انت هتعرف تدير مكان، هتعرف تشغل الناس اللي تحتيك من تمريض، من عمال، من اداريين، هتعرف تاخد نمطشيه تبقى انت مدير المكان، مدير ليلي او مدير منوب. هتفهم في اداريات كتيره جدا، من اول صرف الادويه وصرف المستلزمات الطبيه لغايه اعداد لجان مواصفات فنيه عشان توافقوا على جهاز ام ار اي هتجيبوه مثلا. ريسورسز، امكانيات بالعبيط، وغير المستشفيات سواء الخاصه او المستشفيات الحكومي او مستشفيات الجامعه. انت وانس ان انت قلت ان الجهاز ده غير صالح، مش هينفع يوقف المستشفى، مش هينفع يقفل الاسم، لا اقلب وهات جهاز جديد، مفيش مشكله. فلوس الجيش زي ما انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله، تريننج برضه بالعبيط، ومش تريننج في الفيلد بتاعك بس، لا تريننج في حاجات كتيره تانية زي ما انا هحكي لكم انا خدت تريننج في ايه في الجيش. فاينانشالي وسوشيالي، سوشيالي يعني هنقول ان بطبيعه الحال في مصر هنا البدله الميري ليها رونق برضه، والكارنيه في الظروف اللي احنا فيها دي لا ليه فايده. يعني يكفي ان انا اقول لكم ان انا اوقات الحظ انا كنت بمشي في اي وقت، حتى لو انا معاش، انا معايا الكارنيه خلاص ما حدش هيوقفني، انا ماشي من غير رخص بيني وبينه. فاينانشالي بتكلم بصراحه، فاينانشالي انت المفروض كضابط في الجيش او كبدايه تعيينك في الجيش بتبتدي مرتبك من حوالي 4,500 5,000. ما ظنش ان ده الكاتيجوري اللي ممكن تلاقوه في اي حته، حتى مستشفيات خاصه. يعني اكيد في منكم اللي انا ما اعرفش الناس اللي قاعده قدامي، بس متهيالي في ناس في امتياز، فاكيد بياخد نبطشيات هنا، بياخد نبطشيات هنا، متهيالي مش هتوصلوا للمبلغ ده. بداية انت لو ليك زميل او ليك اخ ضابط احتياط، مش هقول ضابط عام، ضابط احتياط هتلاقيه بياخد 4,000 جنيه. بتبتدي بكده هتوصل لايه؟ يعني لو هنقول مثلا انت هيبقى نهاية كاريرك مثلا على عميد، مش هنقول ان انت كملت اللي هو، مش هنقول ان انت خرجت صغير، هيبقى رينج مرتبك في حدود 10,000. ايه مزايا الجيش تاني؟ مزايا كتير جدا. شقة، في شقة بس بفلوس، احنا ما بناخدش حاجة ببلاش، يعني بيدونا شقة بس بفلوس، بس بفلوس بالراحة قوي، وسط بالراحة قوي. لا بصي انا بكلمك بصراحه ومش هجمل حاجه، وانا متحيز للجيش. طب انا طلعت منه ليه؟ انا طلعت عشان انا يعني شايف فيا اوبورتيونيتيز في اماكن ثانيه غير الجيش هنتكلم فيها. عربيات، في عربيات مش ببلاش وبقسط، يعني نقول ارخص حاجه بسيطه من السوق، بس على الاقل القسط هيبقى حنين، وفي نفس الوقت انت مش هتخش قصه الاجراءات البنكيه واجري من هنا واجري من هنا واجري من هنا، لا هي في الجيش بتخلص اوتوماتيك. في مميزات ثانيه كتير، علاج ببلاش، انت لا قدر الله لا قدر الله انا جرالي حاجه وانا راجل بره الجيش دلوقتي معاش، جرى لي اي حاجه، احتجت ان انا اعمل اي حاجه سواء ميجور سيرجري او بروسيجر غالي، انا بالنسبه لي كضابط في القوات المسلحه سابق، انا بخش اكشف في اي مستشفى من المستشفيات اللي متحدده لي بربع جنيه، بربع جنيه شامله كل حاجه، حتى التريتمنت، حتى العلاج، حتى الحجز في المستشفى، حتى اجراءات العمليه. الغتات. ليه كده؟ عشان احنا بنستحمل حاجات اكتر، ودي اللي هنتكلم فيها في الويكنس بقى وفي الثريتس هنتكلم فيها كده. اصبري بس عليا واحده واحده.
حاجات تاني؟ نوادي، في نوادي ببلاش، النوادي بتاعتنا دلوقتي موجودة في كل حتة، ومن أحسن النوادي في البلد. معرفش حد فيكم دخل مثلا الماسة بتاعت اللي بتعرفوها من صلاح؟ احنا بنتعامل بنفس الأسعار عامة في الدور وفي النوادي دي، بس أنت ده مكانك، أنت ممكن تدفع أنت كمدني وأنت داخل الماسة مثلا 20 جنيه ولا 50 جنيه ولا معرفش هيبقى بكام دلوقتي، أنا بخش بالكارنيه. مصايب بتاع مش عارف ايه، نفس القصه. فمميزات ماديه كتيره قوي، كتيره حتى يعني اضعف الايمان للناس لسه بتبتدي حياتها. طيب في ميزه رهيبه بس انا ما رضيتش اكتبها هنا لان دي على حسب الشخصيه، بس الجيش بيغير طريقه تفكيرك وطريقه تعاملك وشخصيتك واسلوبك في الحياه وحاجات كتيره قوي مش هينفع ان انا اكتبها هنا. طيب ايه نقاط الضعف في الجيش؟ نقاط الضعف في الجيش زي ما انا كاتب كده نمره واحد الانستابيليتي. انت ما تعرفش بكره هيحصل ايه، مش ما تعرفش بكره هيحصل ايه، انت ما تعرفش النهارده هيحصل ايه. انت ممكن تكون خلصت يومك وسليم وزي الفل تمام، واخد بعضك ومروح، مش هيستنوك حتى لما توصل البيت، ممكن يجيبوك بالتليفون وانت لسه مروح وانت لسه في السكه. الكلام ده انكلودنج ان انت تكون ستيشند او مكانك في حلايب وخلاص انت بعد 20 ساعه من الطريق انت داخل القاهره لف وارجع تاني وما فيهاش نقاش، انت بتاخد مميزات قد كده، لف وارجع تاني. طيب بتقعد بره بيتك كتير. انا يعني انا بالنسبه لي انا شغلي في الجيش او اماكني اللي انا اتنقلت فيها في الجيش كانت مميزه الى حد ما، بس انا قعدت اطول 45 يوم من غير ما اخش البيت. ستريس بالعبيط بره. يعني ايه ستريس؟ انت هنا اخرك لو اي حد فيكم شغال في اي حته، لو مسكت المدير بتاعك اتخانقت معاه ورفعتوا الجزم على بعض اخره هيحولك للتحقيق وخصم 3 ايام. لا، هناك انت لو غلطت غلطه بسيطه محكمه عسكريه، وممكن ما تغلطش. يعني ممكن انت قاعد كده في امان الله، انت ما غلطتش في اي مستشفى صغيره، وانت كظابط لسه مثلا ملازم اول او نقيب، فانت ماسك نبطشيه حاجه اسمها مثلا مندوب اداري او قائد مندوب المكان، وعسكري راجع من الاجازه في امان الله، بس العسكري بيستعبط فماشي في الطريق وهو راجع عندك بيتدلع وبيحكي مع زميله العربيه جت خبطته، او رجع دخل عندك بس هو حالته النفسيه زي الزفت، متخانق مع خطيبته واهل خطيبته شاتمينه وهو فركش، فراح جاي وهو واقف خدمه على السلاح راح شادد الاجزاء او ساحب طلقه يعني وضرب نفسه. محكمه. ومحكمه ايه؟ محكمه يعني هتجزر النبطشيه كلها من اقدم واحد لاحدث واحد. فعشان كده احنا بيدونا المقابل مقدما عشان تستحمل بقى. دي في الخانه الاخيره بقى الثريتس زي ما انا كاتب كده لك، دي بيور لك. يعني انا خدمتي في القوات المسلحه حوالي 17 سنه، الحمد لله ما حصليش مشاكل ميجور. يعني بيحصل لي مشاكل حاجات بسيطه بس خلاص، مشاكل زي اي مشاكل، انما ما حصليش مشاكل ميجور. في ناس تانية بيبقى في اول سنتين ويحصل مشكله كبيره جدا، وده للاسف الشديد من الديفوهات اللي في الجيش بتضيع على مستقبله، فبالتالي هو خلاص بيلوز انترست في كل حاجه، ما بيبقاش مهتم ان هو يشوف شغله، ما بيبقاش مهتم ان هو يحسن من ادائه عشان مثلا في سفريه في 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 لا، بل بالعكس هو بيهمل اكتر، بيقول لك خلاص ده ما اتسجلت عندي محكمه في ملفي
اتحكم تاني واتحكم تالت واتحكم رابع عشان اخرج. ده التفكير للاسف الشديد الناس يعني. طيب في قناه في النص احنا ما قلناهاش اللي هي الاوبورتيونيتيز او اللي هي الفرص. فرص انت عندك فرص ان انت تسافر. تسافر ايه؟ تسافر كل حاجه من اول بقى حاجات الزماله وام ار سي بي واف ار سي او جي والكلام ده. احنا بنعمل حاليا دلوقتي في القوات المسلحه الجزء الاول والجزء الثاني هنا عندنا، بس الجزء الثالث انت لازم تحضره بره. فبتسافر في بوست ماستر، في بوست ماستر تريننج بعد ما تاخد الماجستير بتقدم وبيجيلك الدور، بتاخد بعضك وبتسافر 4 أشهر وتروح تتدرب في اي مستشفى في امريكا في اوروبا في اي حته. بوست ام دي، بوست ام دي 6 أشهر. سفريات ايه تاني؟ سفريات كتيره قوي، قوات حفظ السلام، مؤتمرات، ورش عمل. لينا السفارات الميجور في العالم في حاجه اسمها ملحق طبي. احنا لينا في القوات المسلحه 4 ملاحق طبيه في اللي هي الحاجات الرئيسيه اللي هي ملحق طبي في امريكا، ملحق طبي في فرنسا، ملحق طبي في انجلترا، ملحق طبي في ايطاليا، عشان تسهيلا لحاجات كتيره قوي من ضمنها الحاجات اللي احنا بنستوردها حاجات طبيه. يعني مثلا حاجه زي السوفالدي لما جه كان الملحق الطبي اللي في امريكا ليه دور فعال جامد جدا ان هو يقعد ويعمل بروتوكول ويزن على الناس لغايه لما تخفض الاسعار، مش لصالح القوات المسلحه، لا ده لصالح جمهوريه مصر العربيه. في سفريات كتيره تانيه بتيجي اون سبوت على حسب الحظ وعلى حسب الدور. ايه الفرص التانيه؟ ايديوكيشنز. ايديوكيشنز انت بتاخد ماستر، بتاخد ام دي في الجامعه. الجيش بيوفر لك ايه؟ الجيش بيوفر لك ان انت بتاخد في الفتره دي تفرغ، مش تفرغ، تفرغ نص الوقت يعني، يعني 3 أيام اللي بتبقى في الجيش والثلاث ايام التانيين في الجامعه. بيديلك ايه كمان؟ لو انت صرفت على الرساله بتاعتك 10,000 جنيه هيديلك منهم 9,000 ونص. طيب بيوفر لك ايه تاني؟ بيوفر لك ان الحافز بقى ان انت لو خدت الماجستير او خدت الدكتوراه مرتبك بيزيد. طيب بروموشنز، ترقي، في ترقي، وفي ترقي مش ترقي رتب بس، لا ترقي وظيفي. يعني ايه ترقي وظيفي؟ انت ممكن تكون مقدم لسه صغير وشايفين ان انت كويس وان انت كواليفايد بما فيه الكفايه ان يمسكك رئيس قسم جراحه الاوعيه الدمويه مثلا في المعادي، ويظبط هو نفسه ان هو يبعد بقيه الناس اللي هي اعلى منك رتبه في اماكن بره المعادي عشان يمسكك انت الحته دي. لا ملهاش دعوه بالريكومنديشنز خالص خالص. بصي لو هي قصة على حساب الكفاءة، على حساب الكفاءة وعلى حسب ان هو انترستد وعلى حسب ان هو عارف ان هو يدير المكان ده كويس، انما مش على حساب الـ مش واسطة. لو واسطة كان زمان النظام ده انهار من زمان، انما لا هو زي ما حضرتك شايفة بيتفتح مستشفيات كل شوية. ولو احنا بنسمع عن مشاكل طبيه بتظهر في مستشفى فلان الفلاني او مستشفى علان العلاني، صعب قوي ان انت تسمع عن مشكله حصلت في مستشفى تبع قوات مسلحه. مش عشان الرقابه، يمكن الرقابه دي كانت قبل كده، بس دلوقتي اي حاجه بتتسمع واي حاجه بتتعرف. اخر حاجه في الاوبورتيونيتيز ان هي بتتحط في السي في، وبتتحط في السي في دي بتفرق مع ناس كتيره قوي. زي ما هنقول بعد كده، لما تتحط في السي في ان انت خدمت في القوات المسلحه، خدمت في الارمد فورسز او في ميليتري سيرفيس حتى كتجنيد، بيبقى عارف ان الراجل ده قادر على ان هو يشتغل اندر ستريس، قادر على ان هو يعمل ريسك اسسمنت لاي وظيفه يتكلف بيها، قادر على ان هو يهندل مالتيبل
missions في نفس الوقت. قادر على ان هو يقود الناس اللي تحتيه، وقادر على ان هو يتعامل مع الناس اللي اعلى منه في الهيراركي او في الـ في الـ في, الـ في التدرج الوظيفي. ده الجيش. طيب انا قعدت في الجيش 17 سنة. ال 17 سنة دول انا طلعت منهم بحاجات كتيرة قوي، غير ان هو اتحط في السي في انا طلعت بشوية دبلومات. انا كتروبيكال في الجيش بشتغل حاجة اسمها بريفنتيف ميديسن. بريفنتيف ميديسن دي يعني ايه؟ يعني طب وقائي. طب وقائي يعني ايه؟ يعني وقاية اي حاجة ضد اي حاجة. فبالتالي واخد دبلومات صح عن occupational health, safety, infection control. والinfection control ده ادى لحاجة اسمها health care quality. radioactive exposure, radioactive protection professional diploma. اللي هي الحاجات التعرض للإشعاع والوقاية من الإشعاع. حاجات دبلومات في حاجات هو المفروض بره دي بتعتبر سبيشاليتي قائمه بذاتها، زي الابيديميولوجي، زي الكوميونتي هيلث، زي الكوميونيكابل ديزيزز او النون كوميونيكابل ديزيزز. انا واخد دبلومات في كل الكلام ده. دي ممكن نرجع نقول ان يعني فيها جزئيه واسطه كده، مش واسطه يعني، هو عشان انا اتحطيت في مكان فاوكي شغال، وبقيت احط ازق اسمي في كل حاجه، لان انا كين ان انا اليرت، وكين ان انا اعد نفسي، وكين ان انا اخد شهادات اكتر. طيب ايه اللي خلاني اطلع من الجيش؟ من ضمن الترافل او السفريات اللي الجيش سفرهاني، سافرت كذا حته بره الجمهوريه، من ضمنها سنة ونص في السودان، 6 أشهر في أفريقيا الوسطى، حوالي 2 شهر في كينيا و2 شهر في أوغندا، و6 أشهر في أفغانستان. دول تبع إيه؟ تبع وظائف متعددة، لإما كاز يعني أشبهها لكم بإعارة للأمم المتحدة، أو وظائف تبع القوات المصرية اللي مشاركة في قوات حفظ السلام هنا أو هنا أو هنا. وده يقودنا للشخصية التانية اللي هو الـ WHO الـ MRO consultant، وحاجة اسمها CMO أو Chief Medical Officer أو Deputy Chief Medical Officer في حاجة اسمها UNMISS أو اللي هي United Nations Mission in Sudan. أنا دول اللي كتبتهم لأن دول اللي قعدت فيهم فترة كبيرة، بقية الحاجات الصغيرة ما بكتبهاش يعني. طيب مش اوكي. طب لا هو يعني بس طيب مش خلاص استنى، بس ما تاخروش لو سمحت، بس عشان خلاص انا على اخر حاجه.